أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مجددا في الدراسة عن بعد المخصصة بمؤسستنا ولمكون النشاط العلمي. إذا درسنا اليوم هو الطقس والمناخ، والدرس هو تعاقب الفصول. إذا سبق وأن تعرفنا في الحصة الماضية على درس الظلال. إذا تعرفنا على الهدف من وجود الظلال والإيجابيات التي تعرفنا عليها من خلال الظل، وكيف يتطور هذا الظل. إذن ودرسنا اليوم هو إن شاء الله تعالى أيضا متعلق بالكرة الأرضية وبالشمس. نلاحظ معي هنا الهدف هو أن أصف كيف ترتبط الفصول في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي بحركة الأرض السنوية حول الشمس. إذن لاحظ معي هنا، تمثل الصورة الفصول الأربعة للسنة. إذن نلاحظ في الصورة أن هناك فصول أربعة. إذن دائما عندما كنا صغارا ندرس أن في السنة أربعة فصول. إذن خلال 365 يوما وست ساعات هناك أو تتردد علينا أربعة فصول. كما نعرف أن الكواكب والقمر والأرض تدور، فللأرض حركتان، الحركة الأولى وهي الحركة حول نفسها أو دورانها حول نفسها، ومما ينتج عنه تعاقب مدى الليل والنهار خلال 24 ساعة. والأرض تدور حول ماذا؟ حول الشمس لمدة ماذا؟ لمدة 365 يوما وبضع ساعات، مما ينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة. ماذا نلاحظ هنا في الصورة؟ نلاحظ في الصورة أن جل المخلوقات تتغير، بمعنى المخلوقات الحية كما تتغير هذه الشجرة. إذا لاحظ معي هنا، لدينا فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، ثم فصل الصيف، وهكذا تكون دورة الأرض. إذا كما نلاحظ هنا في الصورة، عندما يكون أطول نهار وأعلى درجة حرارة تكون في فصل ماذا؟ في فصل الصيف. إذا عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة ويكون أطول نهار، نكون في فصل الصيف، وطبعا مع استمرار دوران الأرض. وعندما تقل ساعات النهار وتنخفض درجة الحرارة شيئا فشيئا، ماذا يأتي؟ يأتي فصل الخريف. جيد. وعندما يقصر النهار وتصبح درجات الحرارة في أدنى، تكون في فصل، أو نكون نحن في فصل ماذا؟ في فصل الشتاء، وبالتالي يكون الجو باردا والجو ممطرا. ومع استمرار طبعا دوران الأرض يصير النهار أطول وترتفع درجات الحرارة، ويأتي فصل الربيع الذي هو الفصل الذي نحن فيه الآن. إذا يبدأ فصل الربيع، متى يبدأ فصل الربيع؟ يبدأ من 21 مارس، ومارس هو شهر 3. ثم بعد ذلك الصيف، متى يكون الصيف؟ إذا ابتداء من 21 يونيو، بمعنى شهر 6. ثم بعد ذلك فصل الخريف، فصل الخريف يكون في 22 شتنبر، ثم بعد ذلك فصل الشتاء في 21 دجنبر. فاليومية الميلادية الشيء المضبوط فيها هي الفصول الأربعة. إذن فتاريخ ميلادي ثابت
بالنسبة للفصول الأربعة فقط، أما بالنسبة للشهور الأخرى مثلا الشهور الميلادية العربية فهي مضبوطة لدينا أيضا، وذلك برؤيتي أو بثبوت رؤيتي الهلال. نعم، إذا درسنا اليوم هو درس متعلق بدوران الأرض حول الشمس، هل هذا مفهوم؟ إذا سنتعرف على هذا الشرح شيئا فشيئا. بالنسبة لي السؤال التقصي الذي يجب أن نطرحه هنا، إذا ما هو السؤال؟ السؤال كيف تحدث الفصول الأربعة؟ إذا هذا هو السؤال، كيف تحدث الفصول الأربعة؟ بالنسبة للفرضيات ربما تكون أو تحدث هذه الفصول بسبب دوران الأرض حول الشمس، بسبب ما يلان محور الأرض، بسبب هناك عدة تساؤلات. إذا لاحظ معي هنا سنتحدث اليوم، سأقوم بشرح مفصل ومبسط لكي نفهم جيدا. إذا بالنسبة قلنا أن الأرض تدور حول نفسها خلال مدة 24 ساعة مما ينتج عليه تعاقب الليل والنهار، هل هذا مفهوم؟ وتدور الأرض حول الشمس في مدار ماذا؟ في مدار إهليجي. ماذا نقصد بالمدار؟ المدار هو المسار بمعنى الطريق، هذا هو المدار، هذا هو المدار. في مدار إهليجي، المدار هو المسار الذي يسلكه الجسم المتحرك، ومن هنا المتحرك؟ الأرض طبعا، حول جسم آخر، ومن هو الجسم الآخر؟ هو الشمس. إذا كما قلنا أن الشمس ثابتة لا تتحرك، فالأرض هي التي تتحرك، وبالتالي المسار الإهليجي هذا هو المسار الإهليجي الذي تسلكه الأرض حول الشمس. والشكل الإهليجي، ماذا نقصد بالشكل الإهليجي؟ الشكل الإهليجي هو شكل يشبه البيضة، هل تعرفون البيضة؟ أيضا عادية، فهو يشبه البيضة، بيضاوي أوفال. ويستغرق دوران الأرض حول الشمس سنة كاملة، بمعنى 365 يوما وبضع ساعات. ننتقل الآن إلى محور الأرض. محور الأرض هو ذلك العمود الذي نراه في بعض الأحيان يكون وسط الكرة الأرضية. إذا كان لديك مجسم للكرة الأرضية في المنزل، لاحظ أن هناك مجسم يتوسط الكرة الأرضية، وهذا يسمى بمحور الأرض، ويوجد في هذه المنطقة، يكون هنا. محور الأرض ليس رأسيا، ماذا نعني رأسيا؟ بمعنى ليس عموديا. لماذا؟ فهو يميل عن الرأسي بزاوية مقدارها 23.5، ويبقى هذا الميل الذي يوجد بالكرة الأرضية ثابت لا يتحرك، مما يسبب سقوط أشعة الشمس بزوايا مختلفة. كيف ذلك؟ مثلا هذا المحور الذي يوجد بالكرة الأرضية لا يوجد عموديا أو رأسيا، فهو مائل نسبة ما. لماذا؟ وهو ثابت في نفس الوقت، لأن الكرة الأرضية هي التي تدور حول هذا المحور. لماذا يبقى ثابت أو مائل شيئا ما؟ لأن هذا هو السر، تلك الزاوية التي تكلمنا عليها وهي 23.5 هي السبب الرئيسي في تردد الفصول الأربعة. لولا ميلان الأرض لكنا نعيش على فصلين
أو على فصل واحد طول السنة. مثلا نحن في المغرب نعيش مثلا فصل الصيف على طول السنة، والجهة الأخرى مثلا أمريكا أو الجهة الأخرى تعيش فصل الشتاء طول السنة، وهذه حكمة ربانية. إذن سبب ميلان الأرض وهذا المحور المائل هو السبب الرئيسي في تردد الفصول أربعة. فإن قلنا ويبقى هذا الميل، يعني بمعنى الميل المحور ثابت لا يتحرك، مما يسبب سقوط أشعة الشمس بزوايا مختلفة. كيف ذلك؟ بمعنى أن إذا كان مثلا المغرب، أين يوجد المغرب؟ المغرب يوجد في الجهة الشمالية لخط الاستواء، نعم، وهو أصلا يمر عليه، جئنا نحن المغرب في خط الاستواء. إذا كنا نحن نعيش هنا مثلا فصل الصيف، فالجهة الأخرى تعيش فصل الشتاء، وإذا كان كنا نحن نعيش في فصل الشتاء، فالجهة المقابلة تعيش فصل الصيف، وهكذا. وإذا كان الجهة الشمالية مثلا تعيش فصل الربيع، فالجهة الأخرى تقابل فصل الربيع، وهكذا. إذن فإن نصفي الكرة الأرضية ستستقطب كمية مختلفة من الضوء. إذن تحدث الفصول الأربعة بسبب ماذا؟ إذن بسبب ماذا؟ بسبب ميلان محور الأرض الذي سبق وأن تحدثنا عليه. إذن بسبب ميلان محور الأرض وأيضا ودوران الأرض حول الشمس. إذن هاتان العاملان هما السبب الرئيسي في تردد الفصول الأربعة حول العالم. هل هذا مفهوم؟ إذا قلنا أن الشمس ثابتة لا تتحرك، من الذي يتحرك؟ الأرض هي التي تتحرك في مسار إهليجي، ومسار أو مدار إهليجي هو مدار بيضاوي، إذا وهو يشبه البيضة، ويستغرق لمدة سنة كاملة، وأن محور الأرض ليس عموديا أو رأسيا، فهو مائل بزاوية مقدارها 23.5، ويبقى هذا الميل ثابت لا يتحرك. والسر في ميلان هذا المحور هو السبب الرئيسي في تردد الفصول الأربعة على بلادنا الحبيبة. والحمد لله المغرب يتردد أو تتردد عليه هذه الفصول الأربعة خلال السنة، عكس باقي الدول مثلا الإفريقية التي نراها دائما مشمسة، وبعض الدول الأوروبية نراها 6 أشهر مثلا تظل في فصل الشتاء، وبعض الدول الشرقية كالإمارات مثلا والسعودية تظل نسبة الحرارة فيها تقريبا لمدة 7 أشهر، وهكذا. إذن فالحمد لله أن الفصول السنة الفصول الأربعة تتردد علينا كل 3 أشهر، بمعنى 3 أشهر فصل الربيع، و3 أشهر فصل الصيف، و3 أشهر فصل الخريف، و3 أشهر فصل الشتاء. إذن وبهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا الحمد لله عليها، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء، ونعود إلى حياتنا الطبيعية أجمل وأحسن. إذن وبهذا أكون قد أتممت شرح هذا الدرس. سننتقل إلى تعلماتي الجديدة، وفي الحصة المقبلة سنقوم بإنجاز التمرين رقم 2 أو أنجز. إذن التمرين رقم 3، تدور الأرض دورة كاملة حول الشمس خلال 365 يوما و6 ساعات، وينتج عن هذا الدوران ومحور دوران الأرض حول نفسها
الفصول الأربعة، وهذا ما كنا نشرحه بعد قليل. عندما يحل فصل، هنا لدينا الاختيار بالنصف الشمالي كما قلت قبل قليل للكرة الأرضية يكون فصل آخر بالنسبة للنصف الجنوبي. إذن وهكذا تتغير الأحوال. إذا كنا نحن مثلا نعيش الصيف في هذه الجهة، فالجهة الأخرى تعيش فصل الشتاء، وإذا كنا نحن نعيش مثلا فصل الشتاء فالجهة الأخرى تعيش فصل الصيف. هل هذا مفهوم؟ إذا ثم بعد ذلك قم بإنجاز استثمر تعلماتي، أكتب صحيح أو خطأ في كل فراغ. ينتج اختلاف الفصول في السنة عن ماذا؟ دوران الأرض حول الشمس فقط، دوران الأرض حول الشمس وميلان محور الأرض، ميلان محور الأرض. إذا خذ دفتر المنزل واكتب الملخص كما جرت العادة، وطبعا تاريخ اليوم والعنوان، ثم بعد ذلك اكتب الكلمات المترجمة. الفصول لي سيزون محور ميلان الأرض، لاكس دانكلينيزون دو لا تير. إذا وبهذا نكون أو أكون قد أتممت شرح هذا الدرس، ونلتقي في الحصة المقبلة لكي نكمل تمرين أنجز ونقوم بتصحيح التمرين رقم 3 و4. إذا دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.